كبيره يعني، الكرات العاديه ما ياثرش. نيجي في السي ان اس انهبيشن، نمره واحد مايوزي استيميليشن، مايوزي. انا قلت لكم مايوزي منين؟ من السنتر. السير اللي هو اسمه كيلوموتر، كيلوموتر نيرف بيحصل له استيميليشن للسنتر بتاعته. طيب النيرف ده اللي هو الكيلوموتر رايح للبيوبن، في حاجه عضله اسمها ايه يا اولاد كونستريكتور في كل مصر. اخر العصب ده بيطلع ايه؟ استالكولين. نفهم الكلام بقى. يبقى هو استيميليت ميورو سيبتور سنترال لكن ماشى في الجنجل، ومن الجنجل طلع على العين، العين بتطلع ايه؟ بتطلع لها باراسيمباثيك، بتطلع لها ايه؟ استالكولين. فكروا بقى معايا كده، انا معطيك مورفين اللي هو عمل بين بوينت ذا بيوبل ده. لو اعطيتك نالوكسون اللي هو انتيدوت للمورفين نقعد في العين هتجيب نتيجه؟ لا. طب لو حطيت اتروبين لا مش هتجيب نتيجه. يعني سنترال مش هتجيب سنترال. ايه مين الماده اللي بتطلع هنا؟ استالكولين. طب لو حطيت اتروبين هتجيب نتيجه. اتروبين طب لو اعطيتك حقنة اتروبين تجيب نتيجه. يبقى الاتروبين يجيب نتيجه في الحالتين نقط او حار، لكن النالوكسون لا فقط حقن. حكم واضح الكلام؟ خلاص بعدين يا جمال بقى عشان الوقت بس. طيب برضه من الكاتب بيحصلها مدريزس بدل النوز. نيجي بعد كده النوزيا والفوميتنج. هذا الدواء استمرت الكيمو ريسبتور تريجرزون سي تي زد، يبقى يعمل ايه؟ فوميتنج. يبقى انا بلوك الافكت بتاعه عن طريق مين؟ عندك الدومبريدون وعندك ميتوكلوبرامايد، ما في فرق بين الاثنين لانه مش بركنزولازم ده صح؟ في كمان عامل المشي، وجد اللي بيمشي يجيله انه عامل الفيستيبولار. المشي يعمل يعمل برضه، وكمان في عامل اخر للفوميتنج الجهاز الهضمي، مش هو سكر الجهاز الهضمي؟ زود عندك فرصه حدوث الترجيم. ثلاث اسباب للايه للفوميتنج. اهمهم مين؟ اهمهم يا اولاد السنتر، وعرفنا بلوك ازاي؟ دي مش هو استيميليت الدي تو ريسبتور؟ يبقى انا اعمل ايه؟ بلوك الدي تو. مين الدواء اللي بلوك الدي تو ريسبتور؟ ميتوبلوجرام. خلاص نيجي للهرمونات، بيعمل استيميليشن لهرمونات. سبحان الله بيطلع ايه؟ البرولاكتين. والبرولاكتين في الرجال يعمل ايه؟ يعمل مشكله، يعمل انفيرتيليتي. شفت المريض المدمن ده مسكين جدا والله، يبقى عنده امبوتنس وعنده انفيرتيليتي. نمره اثنين بيطلع الجروس هرمون. نمره ثلاثه بيطلع الانتي دايوريتيك هرمون، بيزود الانتي دايوريتيك هرمون. انتي دايوريتيك هرمون زاد، يبقى اليورين بتاعه يا اولاد قليل قليل. يبقى الراجل زي ما انا حكيت لكم قبل كده، ولا بروح الحمام لما اخذ اليورين، ولا للديفيكيشن. خلصنا من الهرمونات. ايه تاني ستيميليشن؟ الماس يعمل كونفالشن. لو زادت، لو انت اديت دواء من الهايلي سوليبل انترافينس بجرعه كبيره زي الفنتانيل، ممكن يزود الترانكر ريجيديتي، ويزود الريجيديتي في الانتركوستال ماس، يبقى اثر على السبريشن ما اثرش يا اولاد، يبقى في مشكله. لدرجه ممكن تعمل كونفالشن. عشان كده اقول لك من ضمن البريكوشن بتاعت الادويه دي، ما تديهاش في المريض يا اولاد. الابريبسي. الابريبسي برافو عليك. وزي ما انا حكيت بقى، في بعض الادويه لها خصوصيه تعمل كونفلشن بطريقتها، زي مين؟ المورفين. ومين؟ الاهم منه البوتيدين. بيطلعوا ايه؟ طب ما اقول لك ايه علاقه الاوبيويد بالكونفلشن؟ قول لي ثلاثه. نمره واحد الادويه الهايلي ليفل سوليوم. انترافينس جرعات منها ممكن تزود تعمل كونفلشن وتعمل زياده في الترانكر ريجيد. نمره اثنين في بعض الادويه بتطلع ميتابولايت هو اساسا بيعمل كونفلشن. زي مين؟ زي البي تي دي بالذات. خلصنا من موضوع الايه؟ الكونفلشن. طيب بعد كده لها كمان استيميليشن للفيجل سنتر. الفيجل سنتر يبقى عملت ايه في الكارد في الهارت يا اولاد؟ قللت. يبقى احنا توقعنا دلوقتي لو فهمنا القصه دي، توقعنا تاثير لوبيت على الكاردو فاسكولار سيستم. تعمل ايه على الهارت؟ تعمل ايه على البلوت فيزيال؟ عشان البازل مدخل. خلاص انتهت. يبقى احنا كده قلنا كام واحد انهبيشن يا شباب؟ نقولهم تاني استيميليشن، نقولهم تاني عشان احفظها. نمره واحد ايه؟ نمره اثنين نمره ثلاثه هرمون مين اهم حاجه؟ البرولاكتين. بعد كده نمره خمسه على الفيجن. طيب نيجي بقى، دي خلصنا السنتر، نيجي للبريفرال. والله البريفرال اللي عندي نمره واحد الهارد. انتوا قولوا لي الهارد بقى، خلاص انتوا حفظنا الموضوع. بريديكارد. بريديكارد هايبرتنشن صح، دي المتوقع بس في الكرات الكبيره. القاعده الجرعات العاديه في واحد طبيعي ضغطه طبيعي ما فيش مشكله الا شويه بريديكارد، ما عدا فيهم دواء واحد اسمه البيتيدين اللي احنا كنا عاملين شويه له ماسكارين له اتوبين لايك افكت انت ماسكارينك له فبيعمل تكيكارد. يبقى اول نقطه اقولها هي بقى، اول جميعهم تقريبا انت ضغطك طبيعي ونايم ريكامبل، لانك انت هو المورفين بيعمل ايه يا شباب؟ هنعرف دلوقتي الافكت بتاعه الميكانيزم بتاعه، بيطلع هيستامين. اما الهيستامين يعمل فازو ايه؟ في الارتر والفين. في الارتر والفين، فانت ما تكون واقف الفين يتجمع الدم تحت يعمل لك شويه ايه؟ بوتشر والهايبوتنشن. ده اول ميكانيزم. ثاني ميكانيزم سنترا، لانه انهبت مين؟ الفازو موتر سنتر وانهبت اللي هو الفيجاس. هيستميليت الفيجاس. خلاص يا ولاد؟ طيب.
يبقى انا هقول دلوقتي في الشخص الطبيعي تقريبا ونايم ما فيش مشكله، نيجي يقف شويه هايبوتنس بريديكارد. طب لو زادت الجرعه طبعا هيبقى ياثر، هيبقى تاثير بريديكارد وهيزود كمان. او لو واحد عنده نزيف، واضح يا ولاد؟ لو واحد عنده نزيف واحد الضغط بتاعه منخفض هيتاثر ولا ما تاثرش؟ اكثر. خلاص، في معلومه هنا بقى مهمه برضو، تلاحظ انه بالنسبه للادويه بتاعت الثانيه بتاعت السي ان اس تاثيرها على الكارديوفاسكولار بسيط، شويه بريديكارد هايبرتنشن بسيط. عشان كده من الممكن ان تستخدم في الاناسيزيا او تضاف للاناسيزيا في الكاردياك بيشن او الناس اللي عندهم كارديوفاسكولار ريسك. خلاص، مين افضل من الفنتانيل؟ خلصنا من معلومه الكارديوفاسكولار بكل لله. يبقى الكارديوفاسكولار تاثير مينيمال، خاصه في الناس اللي هو السوبايل والنورموتنز، يزيد الافكت شويه ما عدا شويه براديكاردا، شويه براديكاردا وشويه هايبوتنشن، خاصه مع الناس اللي عندهم هايبوتنشن او عندهم ايه؟ او عندهم نزيف. يعني مايل تاثير على الكارديوفاسكولار. طيب انا استفدت من كده ايه؟ الناس اللي عندهم يا اولاد اكيوت بلمونري اديما ينفعنا الدواء ده ولا ما ينفعنيش؟ مش عامل فاز دايليتيشن. الناس اللي عندهم مايوكارديال انفاركشن ينفعنا ولا ما ينفعنيش؟ ليه؟ لانه يسكن الالم وقلل ايه؟ البريلود وقلل الافتر وقلل الديسنيا. ثلاث حاجات هعملها المورفين. عشان كده من ضمن العلاجات الرئيسيه اللي هتبقى مرعي دي ما هو مين؟ المورفين. نيجي للريسبيريشن، ايه تاثير على الريسبيريشن يا شباب؟ انهبت انهبت من المخ. في حاجات اخرى اهو لسه قايلين الهيستامين، صح؟ مش مطلع هيستامين؟ يبقى عنده ازمه، يبقى عنده ازمه. هاخد بالي منه ولا مش هاخد ولا اديله مورفين عادي؟ لا ما انا طيب. خد بالكم الكلام، يبقى اللي عنده ازمه تجي له كحاله كده، يبقى بلاش الايه؟ المورفين. اديله برضه مين؟ اللي هو مين؟ الادروستانتالين بنتازوسين. لو ما اقل شويه في الاسبرتو ما بيطلعوش المورفين كتير، ما بيطلعوش يستمر. هذا طب انا عايز واحد جدع كده يقول لي في اربعه افكت على الاسبريشن، جمع لي اربعه افكت على الاسبريشن. انت قلت نمره واحد سنتر. سنتر. اللي دي مصر اللي هو ايه؟ اللي هو برضه سنتر. الهيستامين. الهيستامين. على الديما. نهبه الكف صح؟ اربع نهبه الكف. يبقى تاثير المورفين او لو بيدعي على الاسبريشن اربعه. رجعوهم بقى مطرح الدنيا. طيب خلاص نيجي بقى للجي اي تي. برضه جي اي تي انا اقول لكم كلمتين. انا عندي في الجي اي تي في نوعين من العضلات يا اولاد، عضلات سيركولار وعضلات لونجيتيودنال. العضلات اللونجيتيودنال لما بتنقبض تعمل بروبالشن، يعني المخزن بتطلع السكريشن، بتطلع الفيس. العضلات السيركولار بما فيها الاسفنكتر لما بتنقبض بتقفل. هو ستيميوليت التون فين؟ في العضلات السيركولار. بيزود التون في العضلات هي يا اولاد؟ بيعمل حاجه اسمها سيجمنت، تلاقي الامعاء مقسمه كده. نمرة اثنين بيزود التون في كل الاسفنكترز بما فيها الانال اسفنكتر، بما فيها البيلوريك اسفنكتر، بما فيها اسفنكتر فودي بتاع المراره. عشان كده ايه تاثيره على المراره يا شباب؟ يعمل ايه؟ يحجز، يحجز يحجز البيلير سكريشن. نمرة اثنين يبقى هو بيزود التون، يبقى عامل زي 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 الانبوبه كده، حاجه فيها تون بس مش قادره تنقبض. واخدين بالكم؟ ومقفوله. عشان كده طبعا انت موقف لنا معي كده خالص، واقفه خالص كده، ايه اللي يحصل؟ تمتص السكريشن، تمتص الفلود، تمتص الفلود، يعمل سيفير كونستيبيشن. بالاضافه ان المورفين برضه بيقلل السكريشن بتاعت الجهاز الهضمي، العصارات كلها، كل العصارات. هذا ملخص يا شباب تاثيره على الجهاز الهضمي. انا افكر من كده، ينفع في الامساك في اللسان ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. طب ينفع في علاج المغص المراري؟ كمسكن مسكن، بس هيعمل ايه بقى؟ بيزود التون في البلير داكت، هيزود المغص. صح، هيزود المغص بس هيتغلب عنه لانه بيسكن من فوق، ما زود المغص في الميكانيزم ولكن سكن استقبال المغص. خلصنا من كل الايه؟ من الجهاز الهضمي. طيب نيجي برضه طبعا هنا في كلام يقول لك مثلا واحد عنده، انت شاكك عنده ازاي ده؟ تعطي له مورفين ولا ما تعطيلوش في العمليات في الاستقبال؟ عشان الفين ممكن. ليه؟ الاجابه اذا لم اشخصه خطا ان انا اعطيه، لانه هيلخبطني في التشخيص. مش انت عندك الم شديد بتاع الزايدة؟ رحت انا مديك حقنه بيتادين ما شعرتش بالالم، غشيتني ولا مش غشيتني؟ سبتك لما تنفجر. لا لازم الاول ايه يا اولاد؟ اشخص واقول لدكتور الجراحه في حاله زايده وبعدين اديك الحقنه. خلصنا من الكلام؟ طيب نيجي اليورينري، نفس الكلام. بيزود التون في اليورين، بيزود التون في الاسفنكتر بتاع البلادر، يبقى عامل ايه في اليورين يا اولاد؟ ريتنشن. يبقى ممنوع على مين؟ بروستات. اللي عنده بروستات. في نفس الوقت له تاثير ثاني على الانتي ديوريتيك هرمون، زوده حجز اليورين، هذا تاثيره على الجهاز. طيب السؤال الثاني بقى، واحد عنده حصوه في المرار ياخد مورفين او بيتيدين ولا ما ياخدش؟ ياخد، لانه مسكن عظيم وده الم عظيم، بس هيقبل. بس ايه؟ عندي مشكله، مشكله هيزود الاسفاز التون هنا، صح؟ يبقى انا بتاع الكوليك هيزود الكوليك، بس هو منعه من فوق.
طب هل هو واحد شاطر كده يفكر لي نحل الموضوع ده ازاي؟ عندي حلين، اما ادي اوبيويد معاه تروبين لايك اكشن عشان يخف السبازم زي البيتادين، عشان كده انت رحت المستشفى ما يكفاك جميع المرضى اللي عندهم رينال كوليك بيعطوهم حمله ايه؟ بيتادين. لو الديكلوفيناك اللي هو نانا ستوريدا ما نفعش، فولتارين يعني ما نفعش، يعطيك حمله بيتادين. طيب حل تاني، افرض انا ما عنديش بيتادين، ادي مورفين بس معاه حمله ايه؟ اتروبين. خلاص انتهينا. خلاص يا شباب عرفنا اليورينري، ما فيش مشكله. اليوترس عليها كلام، يقال انه بيطول فتره الولاده، بيأخر الولاده شويه. عشان حاجات كثير، عشان برضه عدم الاحساس بالالم، عشان حتى من ضمن برضه اسباب اللي مسكه اولاد انه السنتر انت مش شاعر بان في ستولز اصلا، المريض ما يشعرش ان عنده ستولز لانه هي مسكر الريسبتور، احد الاسباب. فهو هنا يقال انه بيطول الايه؟ مده الولاده شويه. وبعض الناس قال لك لا في اليومن ما فيش. نيجي في السكين، بيعمل ايه في السكين؟ بيطلع هيستامين. الهيستامين بيعمل ايه؟ هيتشنج، بيعمل بروريتس، بيعمل فلاشنج، وش تلاقي مشه محمر كده لانه عنده فازو دايليتيشن من الهيستامين. في برضه الافكت بتاعها مش لوكال سنتر، بدليل الحمله الابيديورال بتعمل الهيستامين، حمله الانتراسباينال بتعمل الهيستامين. خلاص خلصنا سنتر. الامين سيستم احنا قلناه بيعمل ايه يا اولاد؟ الانهبيشن ايه؟ الانهبيشن ودي بقى تجميعه ما بين الحاجات اللي هي ستيمولاتري والحاجات اللي هي اللي هي دي كده. نيجي بقى لعيله الاجروس تانتاجلس عشان نخلص منها. عيله الاجروس تانتاجلس دي خصائصها اللي هو على راسهم البنتازوسين، خصائصهم الان هي انتاجلس عند الميو واجروس عند مين يا اولاد؟ عند الكابه. قويه في التسكين ولا متوسطه؟ متوسطه. الاسبيرات الديبريشن بتاعها عامل ايه؟ اقلين. طب هل ينفع تجمعها مع الاصلي؟ لا لا. ليه؟ هيصير انتاجلس انتاجلس اللي بتاعه وتعمل وزدراو. عيبها برضو بتعمل ايه؟ هالوسينيشن، لانها الكابه بتعمل ديسفوريا وهالوسينيشن. صح. بس هذا المجموعه دي اضيف لك عيب ثاني، بعضها ستيمولات السمباثيك سيستم، فعشان كده ممنوعه على اللي عنده مايوكارديال انفاركت. ضيف المعلومه دي، بعضها بنتازوسين يعني على سبيل المثال بيعمل استيميليشن للسمباثيك فبيرفع الضغط ويعمل تاكيكارديا، وبالتالي ممنوع اللي عنده ايه؟ انت عارفين مايوكارديال فراكشن اهم علاج له المورفين، لكن ما تديلوش البنتازوسين. طيب خلصنا من العيله دي. نيجي بقى من ضمن الحاجه الخصائص الاوبيودي هو التولرنس. عايزين نفهم التولرنس ده ببساطه كده. والله التولرنس زي ما انا حكيت لكم انه انت الجرعه النهارده اللي انت خدتها النهارده وعملت تسكين بكره لن تكفيه، مش هتعمل حاجه. طب تضطر تعمل ايه يا اولاد؟ زود الجرعه. ده اسمها ايه؟ ديكريز الافكت اوف ذا دراج اون ريبيت. ده معنى التولرنس. لدرجه قلت لكم مثلا تصل الى 50 فول، يعني واحد ياخد قده 50 مره، يعني انت الجرعه الماكسيمم عندنا 60 مللي جرام في الناس النورمال اللي هو حرف الان ده. الناس المدمنين بتصل لكام يا اولاد؟ ثلاثه. انا عرفت الحته دي عرفتها، عشان كده لما يجي لك واحد مدمن يفتخر يقول لك انا باخد جرام واثنين جرام، وانت يا اخي مش عارف حته كده مش مستحملها. طبعا دي مش بطوله ولا حاجه، ده عنده تولرنس وده ما عندوش تولرنس. طيب خلاص دي نمره واحد. نمره اثنين، ايه اسباب التولرنس؟ سبحان الله، انت غيرت في طبيعه الجسم، انت عملت ايه؟ استيميليشن ريسبتور مش المفروض تبقى استيميليتد الا في اوقات معينه، انت استيميليت على طول اوبيويد اللي هي بتفتح الايه؟ البوتاسيوم وانهبت الادرينال سيركليز، مش كده يا اولاد؟ وبتقفل الكلسيوم. الجسم مش قاعد ثابت، يقاوم. هو ده السبب. زي ما انتم فاكرين يا اولاد الانكابلنج كان الاول في كابلنج، خلاص تفشل ما يحصلش يبقى الريسبتور ما يشتغلش، تدي جرعه ما يشتغلش. يعني ساعتها داور ريجوليشن زي ما انتم فاكرين داور ريجوليشن اجلس الريسبتور ما يشتغلش، نفس الفكره. فبيحصل زياده في الادرينال سيركليز، يحصل اللي هو فشل في الاندوسيتوزس والكابلنج اللي احنا قلناها دي، يحصل انكابلنج، يحصل زياده في ستيميليشن للريسبتور اللي هي اكسيتاتوري زي الجلوتامين ريسبتور. هذا اللي حصل. يحصل زياده سبحان الله في مواد الالم، انت انهبت الالم يطلع لك بريدكينين كتير. عشان كده يا اولاد لو انت وقفت الدواء عن المريض دي فجاه يحصل له ايه؟ الم شديد، لانه عنده زياده في مين؟ عرفت الكلام؟ ده ببساطه الميكانيزم، مش كاينتك، الميكانيزم ايه؟ دايناميك، يعني بمنتهى البساطه هنقول ايه؟ اب ريجوليشن اوف ذا ريسبتور. بس مش بالبساطه اللي احنا عارفينها زياده في العدد، لا، ده تغيير في الريسبتور ما عادش بيشتغل. هذا معنى التولرنس، دي سبب. طب اوكي، ايه الحاجه الثانيه؟ سبحان الله، هل التولرنس يحدث لكل الافكت بتاعت المورفين ولا بعضها؟ لا بعضها بس، اللي هي الديبريسنت. مين الديبريسنت يا اولاد؟ اللي هم مين نمره واحد؟ انالجيزيا.
يعني معناه ما عادش يسكر. نمرة اثنين سيديشن يعني ما عادش يهدى. نمرة ثلاثة يفوريا، ما عادش الدواء يعمل له يفوريا، عايز مزيد، هو ده بيخليه يدمن. وبعدين ايه؟ ريسبيرات الدبريشن والفومتنج والهايبوتنشن والانتيجريتيك. الحاجات الدبريشن تحصل لها يا اولاد تولرنس. خدوا بالكم معايا؟ طيب ولكن الحاجات استمرت ما يحصلهاش تولرنس. عشان كده قلت لكم الانسان المدمن رغم انه عنده تولرنس لما هتلاقي عليه العلامات الاتيه اللي هي ايه؟ ميوزس والكونستبيشن والكونفالسنت برضه ما يحصلوش، الكونفالشن ما يحصلوش تولرنس. وهذا التولرنس يختلف من دول للتاني. على سبيل المثال الميثادون اقل تولرنس من المورفين لاسباب من ضمنها شغله على اذر ريسبتور زي الجلوتاميت ريسبتور. وبعدين في حته معلومه ثانيه، في كروس تولرنس. ايه معنى كروس تولرنس يا اولاد؟ يعني واحد مثلا مدمن افيون ماشي؟ اجي اديله دواء مسكن ثاني ما يجيبش نتيجه. من نفس العيله. اجي اديله بتدين ما يجيبش نتيجه، اديله حصل في حاجه اسمها ايه؟ ولكن هذا الكروس تولرنس ليس كومبليت، مش 100%، هو جزئي. بدليل ايه؟ بدليل مثلا ان انت مثلا يقول لك مريض عنده سرطان وماشي على مورفين، بدا المورفين حصل له تولرنس، عمال نزود الجرعه نزود الجرعه، وصلنا جرعه كبيره، ما عندكش حل؟ اقول له عندي حل، نعمل ايه؟ ندي حاجه اسمها اوبيود روتيشن. روتيشن يعني جرب واحد ثاني. لانه ايه؟ لانه في تولرنس صحيح، بس تولرنس مش ايه؟ مش كومبليت. تولرنس مش ايه يا اولاد؟ مش كومبليت. خلاص عرفنا حكايه اللي هو يعني ايه؟ الكروس تولرنس ديت. بعد كده طبعا التولرنس بتاع المجموعه اللي هو التايواني الاجلوس الانتاجلوس كامله زي كده ولا اقل شويه؟ اقل. اقل شويه. طب هل الانتاجلوس لها تولرنس؟ لا. يبقى انا قسمت التولرنس ثلاث مجموعات او اربع مجموعات. نمره واحد فول تولرنس زي المورفين. في حاجات اقل في التولرنس زي مين؟ الاجلوس الانتاجلوس. في حاجات نو تولرنس زي مين؟ وقلنا هذا التولرنس بيختلف من دوله للتاني. نمره اثنين في حاجه اسمها كروس تولرنس. بس هذا الكروس تولرنس ليس كومبليت. ايه الدليل ان هو ليس كومبليت؟ ان انا ممكن ابدل لك واحد تاني، لو انت عندك تولرنس من واحد ممكن ابدل لك ايه؟ واحد. طيب ازاي تعالج التولرنس يا اولاد؟ عندك بعمل ايه هنا؟ اوبيويد روتيشن احنا قلنا مش كده؟ وفي بعض الادويه زي الالفا 2 اجونست. الفا 2 اجونست وزي الكيتامين. شفت الكيتامين بيعمل ايه؟ بيصلح الانكابلنج ده، بيصلح الانكابلنج، بيعمل كابلنج ده. خلاص نعرفها ده بعدين ان شاء الله. بصوا لي بقى كده على الصوره ديت يا شباب. مين الحاجات اللي لها مارك التولرانس؟ لو هاي اهي انا الانالجيزيا فوريا دراوزنس سيديش سبراتري ديبريشن انت ديريتك هرمون النزل الفوند والخوف. الحاجات اللي مودرت براديكال. الحاجات الضعيفه مايوزس والكوليسترول كتير كتير جدا في كل امتحانات. مين اللي مالوش تولرانس؟ مين اللي اقلهم في التولرانس؟ واحد. نيجي بقى للديبندنس. انا برضه عايز اقول الديبندنس ببساطه. ايه معنى الديبندنس؟ جسمك سعادتك انت بتدوخ من الخارج وحصل لك التغيرات اللي احنا قلناها ديت التولرنس، فاصبح جسمك معتمد على الدواء الخارجي. طالما جسمك اعتمد على الدواء الخارجي يبقى انت ايه دليل الاعتماد؟ وقف الدواء. لو وقفت الدواء يحصل ايه يا اولاد؟ وزدرو. ايه الوزدرو دي؟ هي علامات بمنتهى البساطه عكس ما يفعله الدواء. مش احنا قلنا بيعمل سيديشن؟ يبقى يعمل اكسيتيشن. مش احنا قلنا بيعمل امساك؟ يعمل امساك. وقف السكريشن تلاقي السكريشن كلها زادت. بيعمل لو تمبريتشر؟ يعمل هاي تمبريتشر كلها. بيعمل تهديه وانت الاكسايت اللي يجي لك الاكسايت يجي لك عنف. عرفنا؟ ده معنى الايه؟ معنى علامات. هذا معنى الديبندنت اسمه ايه؟ فيزيكال ديبندنت. معنى فيزيكال يعني جسمك معتمد على هذا الدم خلاص لانك حصل لك تغيرات وهو اسوشيتد مع التولرنس يبقى التولرنس وبعدين فيزيكال ديبندنت. طيب بعد كده يعني مثلا بقول لك ازاي تعرف ان واحد عنده فيزيكال ديبندنس؟ بتست كده، هات له حقنه نالوكسون. صح ولا مش صح؟ صح. في خلال ثلاث دقائق اعطيك الحقنه يظهر لك علامات الايه؟ خلاص كشفتك يا باشا. ممكن تجي لكم حاله في الامتحان ده. بقول لك واحد مثلا عنده ديبندنس، ازاي تعرفه؟ كلينيكال الاول. نمره اثنين ازاي تتاكد؟ اعطيني اول اعرفه وابص في عينيه واساله على الامساك والحاجات دي واشوف الدراوزنس واشوف الحاجات اللي هي فيها ايه؟ براديكارديا شويه صح؟ شوية الحاجات دي. بعد كده عايز اتاكد ادي له حكمه ايه يا اولاد؟ في ثلاث دقائق تظهر عليها ايه؟ علامات الوزدرول. خلاص عرفت الكلام. برضه انا شفت الجمله اللي فوق ديت بلوك ذا سترونج از سترونج الشورت از شورت واللونج از لونج ده ناحيه الوزدرول. يعني السترونج اوبيويد يعمل سترونج وزدرول. زي ما احنا قلنا القاعده دي اللونج يعمل لونج الشورت يبقى شورت وهكذا. المورفين واسم الهروين لو انت واحد بقى ماشي على الهروين او مورفين
تبدا ده اورال اورال وقفت اورال الجرعه ما عدا ما جه وما اخدش جرعه المريض تظهر بعد حوالي 6-12 ساعه علامات جوز دراهم تصل للماكسيمم بعد يوم او يومين تنتهي في من 5 إلى 10 أسبوع. طب بعد كده خلاص لو تحمل الفتره دي كلها يا اولاد يبقى كويس، بس تظل في دمه ها اللي هو السيكولوجيكال ديبندنس، عنده كريفنج، عنده رغبه، مش كل الحاجات بتختفي من عنده، عنده رغبه شديده يرجع للدواء. عشان كده ده دور المصحات ياخدوا الواحد واهله نفسيا ويجيبوا شيخ و و عشان ايه؟ لانه انت صحيح 10 ايام انتهى انا وقفت الدواء، ظهر عليا مزدروه اللي استحملتها او خدت مهدئات والفا 2 اجلس الحاجات دي اهديت شويه وعدت، بس لسه في دمك الايه؟ الرغبه ان انت ترجع ده. وده خطوره الرجوع كومن جدا بيحصل فيه فشل في الايه؟ في علاج المرضى ده. طيب دي معلومه بقى مهمه بقى ان الفيزيكال ديبندنس ريرلي انه يؤدي الى ادمان. الفيزيكال ديبندنس حاجه وده حاجه والادمان حاجه، الادمان حاجه ثانيه. الادمان يا اولاد نقوله بقى طبعا نسيب الظروف المعروفه. انا قلت الشورت واللونج از لونج والحاجات زي الميثادون مثلا الوزدرول بتاعه بيبدا بعد اسبوع ويستمر 3 أسابيع بس هادي. ومن هنا يقول لك لماذا يا ابني نستخدم الميثادون في علاج الادمان مثلا بالهروين؟ ليه؟ لانه الوزدرول بتاعه ايه؟ هادي ولونج وخفيف. فانا بستبدل لك سم بسم بس اقل منه في الضرر. سم قوي جدا بستبدل لك بالميثادون اقل منه شويه. واضح يا شباب؟ بعد كده الادكشن اهو بصوا الادكشن عشان نفهم الفرق ما بين الادكشن سايكولوجيكال لما الديبندنس فيزيكال الفرق ما بين الاثنين. الادكشن بقول لك عباره عن بيهيفير باترن اوف ذا اندفيدوال كاركترايزد باي كومبالسيف يوز اوف ذا دراج استخدام اجباري. صحيح هو مجبر عشان الفيزيكال ديبندنس ماشي ما فيش مشكله، بس انا علاقتك بالفيزيكال ديبندنس اهو انا يعني ايه خلاص انت عديت المرحله دي ليه لسه في دمك الرغبه؟ وبعدين عنده اوفر فيلمنج عشان ريكروتمنت اوف ذا دراج اند يوز. قلنا يبحث عن الدواء باي ثمن باي سعر. هو ده الدواء بقى اللي بيستخدموه يا اولاد ايه؟ في يستخدم الفرد في اي حاجه، عايز يبقى جاسوس يعمل جاسوس، عايز يعمل كذا يفجر في الاستخدام ده لانه وصل لمرحله الايه؟ مرحله الادكشن. بقول لك ان الكوزز بتاع الادكشن هو عباره عن ايه؟ ديس ريجوليشن of brain regions mediating reward and stress. طبعا دي موضوع كبير والدكتور احمد برضه هيكلمك عنه شويه، عنده محاضره دراج ابيوس هيكلمكم برضه عنه شويه مور ديتيلز. احنا عشان ما عندناش وقت كفايه كده عادي. الادكشن بتاع الاجونست انتاجونست اقل زي ما احنا عارفين لانه مش اصل زي ما احنا عارفين الكلام ده. علاج يا اولاد ملخص علاج الادمان 3 حاجات. نمره 1 دواء بارشيال اجونست. نمره 2 دواء ميثادون طويل المفعول وخفيف وهادي. نمرة 3 نهدي المخ عن طريق ايه؟ الفا 2 اجونست. يبقى 3 ادوية. دواء بارشيال اجونست